استاذ انا دايما ببقى سعيده ان انا ربنا يحفظك. اهلا بيكي. كل سنه وحضرتك طيب. وحشتيني والله. وحضرتك اكتر. ربنا يحفظك. بس تعالى اقول لك حاجه في الاول كده. من الاول ارجوكي انت دايما قبل ما بتتكلمي معايا بتقعدي تقولي لي في الاول خالص تفائل وما تجيبش اكتئاب الناس مع اول السنه ومش واللي كله بتقولي ده كله. أيوه. المره دي هنوزع الاقتصاد. انا هسيب لك انت التفاؤل وانا هتكلم بالحقيقه. بمعنى شوفي هو السؤال يعني اما ان نفرح واما ان ننجح بحقيقي يعني. والنجاح ولا هم الفرح. عاوز اقول لك انا دايما كل صيف ارجع للمؤرخين العظام الثلاثه في تاريخ مصر، ابن اياس ابن دغري بردي الجبرتي اللي هم ارخوا العصر المملوكي اللي انا 500 600 سنه اللي انا بعتقد انهم اثروا جدا جدا في الضمير المصري والوجود المصري والاخلاق والسلوك والمعايير حتى. لتلاحظي انه احنا عندنا استعداد باستمرار نفرح، حياتنا فيها اشياء كتير قوي تضايق، ظروفنا مزعجه شويه. فحتى ضمن اما كان زمان المماليك هم بيحكموا كان في مماليك كبار ومماليك صغيرين بتقيس مين اكبر بايه؟ بالطبلخانه اللي كانت عند كل امير، كل امير قدام بيته يبقى امير طبلخانه 10، امير طبلخانه 15، 20. ايه الطبلخانه دي يا استاذ؟ عشان يطبل عشان كل ما تجيله مناسبه هو في اي حاجه يبتدوا يطبلوا. فامراء الطبلخانات كانت قوتهم بتقاس بعدد الطبول اللي بتوقع امام بيوتهم. فاحنا وده ايهام. انت عارفه مرات لما الناس تعز عليها الامال وتحقيقها بتلجا للوهم والايهام ويحاولوا يصدقوا نفسهم، بيحاولوا يدوروا على فرح. انا شفتك كنت بتتكلمي على اول امبارح ولا من اربع خمس ايام على ماتش الاهلي مش عارف ماتش انا اهلاويه اصلي يا استاذ على عيني. وانا كمان كنت في وقت من الاوقات انا دلوقتي كبرت على الكوره، يعني مش كبرت عجزت على ما اقدرش العب وعمري ما لعبت كوره الحقيقه، لكن مهتم بيها زي كل المصريين بتابع. لكن انت عملتي هيصه كبيره قوي لانه انا كنت حاسس انك مش بتتابعي ماتش لكن كنت بتبحثي عن فرحه. عن سعاده صحيح. لا بتبحثي عن فرحه وانا كمان ببحث عن فرحه، لكن انا عايز فرحه تبقى حقيقيه. انت بتكلميني بقى على كل الموضوعات دي كلها. انا عايز اقول لك انه الحقيقه انا كنت عاوز في تصحيح اخر تاني بتقول حقيقه. انا المره دي مش بتكلم على أن نبحث عن الحقيقة. أنا عايز أقول إنه إحنا حاولنا طويلا نبحث عن حقيقة وما عملناش جهد كافي. ودايما الناس عندما لا يقتربوا هم بإرادتهم الطوعية من الحقيقة ويطلوا في عينها وجها لوجه فهي هتلاقيهم. حقيقة نفسها لها القوة الذاتية أن تدهم هؤلاء الغافلين عنها أو مش عايزين يشوفوها.